السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. بسم الله وتوكلنا على الله. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم الحريرة مدورة بالخضر، حريرة صحية. نقول لكم بمعنى الكلمة 100% صحية، ما فيهاش المعجنات، يعني ديك المحمصة ولا الشعرية ولا الشطة، ما فيها حتى شي حاجة، فيها المواد كلها صحية. أنا غنبدأ لكم حاجة بحاجة. هانتوما بسم الله عندي واحد زلافة الحمص. الحمص كل واحد يدير على القياس ديالو. عندي زلافة ديال الحمص هي الأولى. أنا غنبدا في الكوكوط وعاد ربط الطنجرة ديال الطين، لأن الحمص خصو، عندي زليفة الحمص راها طايب فازقة وخصو مزيان. عندي هنا جوج ديال الخيزويات، عندي الفتة من هاد النوع، وحدة هاد ديك اللي كتكون موفية النص ديالها، وهذه نحاسيه، يعني حبه درت من جهه. ها السر ديال هاد الحريره هو القرعه الحمراء وبالقشره ديالها. القشره ديالها راه مغسوله، فركتها انا مزيان بواحد الشيته، هاد القشره ديالها راه فروكه مزيان. هذا هو السر ديال هاد اللذه ديال هاد الحريره هادي، وصدقوني راه كتجي غزاله 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 ولذيذه. انا هادي المعتمده عندي، يعني الحريره اللي صوبتها اما غنصوبها بالخميره البلديه وكندورها بالفول والعدس، ولا بالخضر ومدوره بالفول والعدس، ولا معلقه ديال البلبوله تشعل. انا عندي هادو صافي كتافيه، هادو فاش كنبغي ندير تشعل كنديرها بوحدها. اللي ما عندوش هادو وما بغاش يدير ديك المعجنات غياخذ واحد معلقه كبيره ديال البلبوله تشعل غيغسلها وبها غيدور. دابا هادي ما غنديرش فيها الخميره البلديه، غندير فيها الخضر. قلت لكم السر هو ديال هاد القرعه الحمراء. هانتوما جوج طريفات يعني بالقشره ديالهم، هاد الطريف ديال اللفت، وعندي بصله مشلضه. هانتوما عندي واحد البصله مشلضه، واللي بحال دابا كاين اللي وليداتو ما كيبغيوش البصله يحكها. انا راه كنحكها غير دابا الخضريه هذه كتبقى تطلق ديك الوريقه ديالها فاش كتحك، ما بغيتش نطحنها، كطحن كتلقى هذا ديالها خليتها هكذا. انا قطعتها، هادو هما المكونات اللي غندير في النوبه الاولى. عندي واحد الباربه صغيره، واخا تكون كبر من هادي شويه، انا ما جبرت الحته تكبر، خديت هادي. هادي علاش السر ديالها هو هاد اللون، غتزيد تعطيكم الحموريه في هاد الحريره. راه ما كتعطي لا مذاق لا والو، يعني غير تكون حبه صغيره، هذه فقط للون. ولا كانت عندكم حبه كبيره غديروها، اطلق غير الطيب معها هاد الشيء وما طحنوهاش، غتحيدوها استعملوها لحاجه واحده اخرى. ولا كانت غير صغيره واخا طحن ما كتبدلش المذاق، الا كانت كبيره خليوها تغلي طلق اللون ديالها وحيدوها. هادو الاسرار في هاد الحريره، يعني باش ما تدخلوا عليها حتى شي ماده اللي تكون ماشي صحيه. احنا درنا الخضر، دابا التوابل ديالنا. هانتوما عندي هنايا سكنجبير، انا ما نقدرش نقول لكم معلقه كبيره ولا شي حاجه، على حساب الحريره اللي غديروا. السكنجبير عندي، والابزار عندي هنا نص معلقه ديال الخرقوم. الخرقوم ما كنديروش بزاف باش ما يبدلناش اللون. وهذا السر الثاني هو ديال الفلفله الحمراء. عندك الفلفله الحمراء وهاد الحبه ديال البربغه كيعطيونا اللون باش كنكتفيو وما نديروش مطيشه الاخرى. عندي هنايا الخديوجل، عندي الملح الحيه، عندي واحد راس معلقه القرفه، ربع معلقه القرفه، عندي الابزار، عندي واحد الحبيبه ديال الكرويه، واحد تكون شي 11 حبه ديال الحلبه. هادو اختياريين، هادو راه ما كيعرفهم حتى واحد واش فيها. بالنسبه لوليدات تكون شي حاجه راه ما كيعرفوش بهم، يعني 10 الحبات ديال الحلبه ما غيبانوش فيها، وواحد شويه الكرويه. عندي هنايا الخديوجل، الخديوجل حتى هي معلقه صغيره عامره الخديوجل، يعني الخديوجل فلفله حمراء، شويه ديال الخرقوم، سكنجبير مزايد، الابزار كذلك، شويه القرفه، الملحه. هاد الجوج اللي قلت لكم هادو اختياريين، والخديوجل ضروري لانه سخون وكيقوي حتى هو المناعه. هما هادو. غندير واحد الثمن، واحد شويه ديال الزيت بلديه. بسم الله. الربيع انا ما كنديروش دابا، الا بغيتو كاين واحد هذا ديروا النص في الاول والنص الثاني، انا كيعجبني نخليه كله حتى الاخير، وما تقطعوش قبل ما ما توصلوا للوقيته ديالو، لان فاش كيتقطع كيمشي ديك الجهه ديالو. انا مرقداه في الماء غسلته عاود وخليت عاود شويه هذا الكرفس والقزبر والمعدنوس، هما مازالين مستقطرين في الماء مرقدين، تنولي نشللهم. يبقى لي هنايا العدس والفول. هانتوما العدس والفول، هادو هما باش غندورو الحريرة ديالنا.
هذه مطيشه الحك اللي كنا صاوبناها في الصيف، هذه يعني ديال وقتها، ما نقول لكمش راه حليت عاد والبارح. شوفوا مطيشه انتما، وقسما بالله للريحه المطيشه اللي دابا ما كنجبروهاش في هاد المطيشه اللي كنطحنوا دابا. وهذه كتعطي اللون دابا، مطيشه فاش كناخذوها نطحنوها كتولي بحال اللي بيضه فاش كنطحنوها، هذه كتعطي اللون. هانتوما هذه تن بعدا نديرها مع العدس والحمص. دابا غندير المكافي ديالي ورد الطنجره ديالي، غير طيب له الحمص وردها في الطنجره ديال الطين. ها هي دي بعد ما طاب الحمص ديالنا، انا نزلت في هاد الطاوه ديال الطين، حيت منه الخضره. هانتوما انا حيت هاد الخضره هذه، هذه دابا غنطحنها بالاضافه نشوف اللي بغى يطحنها في الخلاط يطحنها، واللي طحناها في الخلاط في ديك الاله ديال اليدويه خصو يصفيها باش ما يبقاش هذا ديال الخضره، ديك الحبيبات ديال الخضره تولات تصفى، ولا طحنتوها في الخلاط في هذاك. المهم اللي بغيتو الا كانت في اليدويه واللي صفيوها. انا هنا درت الحمص ديالنا مع ديك المريقه، دابا غادي ندير هاد التليفه ديال العدس والفول. هادو راه كنت مرقداهم في الماء، هانتوما كيفسلقوا، وهادو راه يعني دغيا كيطيبوا، داكشي باش ما درتهمش انا مع الحمص في الاول، منقيين مغسولين مرقدين. هذه مطيشه ديالنا، بسم الله. عرفتي قسما بالله زعما الريحه اللي طالعه من هاد المطيشه، باش الانسان حتى لادسوه ان شاء الله في هاد الصيف هذا يصاوب المطيشه ديالو، راه كتجي غزاله وكتعطي اللون. نحرك واخا بهادي، هانتوما غتشوفوا اللون كيف كيتبدل ديال الحريره. هانتوما يعني ما فيهاش مطيشه ديال الحك اللي كنشري ولا شي حاجه، يعني الحريره كيف قلت لكم صحيه 100%. وواحد الحاجه، الناس اللي كدير البطاطا، انا ما كنديرش فيها البطاطا لان البطاطا فيها النشا، كتطلق النشا، يعني اكتفيو غير بهذا الخضر، كتجي غزاله خفيفه وكتجي لذيذه. والله العظيم غير جربوها ومع ديك التوابل ديال القرفه، لان شحال هذه ما كناش كنديروا فيها القرفه، على حسب المناطق كل اللي كان كيدير فيها القرفه. والخدنجل راه كيجيو رائعين، يعني كيعطيوها واحد البنه ما تصورش، يعني ما نبقاوش غير على الطريقه اللي كنا عليها شحال هذه. الانسان يبدل، وراه المناطق كل منطقه كيفاش كتطيب الحريره ديالها. يعني انا فاش بديت كنشوف هنا وهنا، يعني فاش جربت هذه الطريقه وكنت كندير فيها البطاطا، ملي سمعت نصائح ديال الدكتور ديال التغذيه، خليك البطاطا فيها النشا وكتزيد تقلها، لهذاك ما بقيتش كندير انا فيها البطاطا، كنكتفي بهذه الخضار وكتجي بنينه غزاله. دابا غردها هذه على نار مهيله، الحديده ضروري، كان لي الناس خليك تشكو لهم ديروا الحديده وعاد هاد الطاوه ديالكم، ولكن العافيه مهيله، هذا هو السر باش غتجيكم الحريره ديالكم لذيذه. انا دابا هادشي غادي نرطو، هذا غنطحنو ونزيدو الماء ان شاء الله ونرجع معكم. هاهي هاهي الخضره ديالنا طحنتها، شوفوا اللون ديالها كي جاي. باش كنقول لكم غير جربوا هاد الحرفه، غتعجبكم بزاف بزاف، وغترجع هي المعتمده عندكم. هانتوما دابا غنردها نخويها في الطاوه ديالنا. هاهي دي الحريره ديالنا عندنا وجدات، صدقوا لنا البنات كتجي غزاله. هانتوما الحموريه يعني بلا ما طيشه المصبره، يعني بغينا شي حاجه اللي صحيه 100% وما فيهاش البطاطا، لان البطاطا كتقلع. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي خفيفه ما فيهاش البطاطا، ولا كنت كميه كبيره بحال اللي درت انا ديروا جوج حبات من كل حاجه. الا كنت عندكم كميه صغيره اللي غديروا ديال الحريره، ديروا حبه ديال الجزر، حبه ديال اللبس، وطرف القرعه كبير بالقشره ديالو، لان القشره فيها فوائد كثيره. يلا انا كنشارك معكم هذا الفطور ديالي، الطبله المتواضعه البسيطه ولكن كلها قويه، كلها يعني صحيه. عندي هنايا بيض البلدي، عندي سلطه هنايا ديال خيزو والباربا، و تدخل دايره فيها حتى الديسير ومطيشه والخس، البنان، التفاح، الخوخ، المهم اللي كاين. عندنا التميرات ديال البلاد، عندي هنايا واحد طاجين ديال الحوت معمر بحشوه ديال الخضر، بحشوه ديال الخضر، وصافي هادشي اللي كاين. هادي الفطور البسيط مع خبز بلديه ديال الزرع والخميره البلديه، نتوما كتشوفوا عاد عجنتها طيبتها، يعني كل شيء صحي. وتمنى منكم جربوا هاد الحريره، راه كتجي غزاله، مازال كنعاودها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.